بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الزوراء فريق عريق، فريق ذو شخصية دائما تنافس على البطولات. أكيد الزوراء عنده استراتيجية دائما هي المنافسة على الألقاب، لكن دائما الفرق الكبيرة تدخل للدوري ليس بجاهزية كاملة، يعني يتصاعد تدريجيا مع مراحل الدوري أو الجولات. يعني عم نشوف الزوراء داخل تقريبا 60 70% من جاهزيته البدنية أو حتى التكتيكية الفنية، ما شفناه بهذاك الشكل اللي طبعا نقول إنه أصبح بالفورمة. في حين فريق النفط أكثر جاهزية، فريق منظم، فريق يعتمد على الدفاع المغلق ومن ثم الهجمات المرتدة، عنده لاعب مميز محمد داود، لكن هل هو قادر انه يروح بعيد فريق النفط؟ بشكل عام المباراة كانت رتمها عالي الشوط الاول، بعد ما صار اللعب بالشوط الثاني 10 ضد 10 صار مساحات اكثر، تعب اكثر، وبالتالي يعني بتصور الزوراء يعني هرب من مباريتين قويتين، واحدة مع الشرطة وواحدة مع النفط. النفط راح يكون فريق مزعج بتصور هذا الموسم لكل الفرق طيب بهذا الاسلوب اللي عم يلعب فيه. الزوراء راح يتصاعد تدريجيا لانه مو هذا مستواه الحقيقي، لكن جودة اللاعبين اللي عنده ممكن تقدمه بشكل افضل في المراحل القادمة. طيب